بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح اسوي نغمس البسكويت بالحليب. هذه طبقة بسكويت واحدة، وحط عليها شوية دارسين، والحين راح احط طبقة بسكويت ثانية. حطينا الطبقة الثانية من البسكويت، راح احط عليها شوية حليب. بحط الحليب شوي كذي عشان ما يصير يابس. طبعا هذه الطبقة مغمسة بالحليب، بس حطيت فوقها شوية حليب عشان ما يصير يابس، عشان ينزل شوية الحليب لتحت. ونحط الكريمة. الكريمة هي جبن مكعبات المراعي وحليب محلى وقشطة. هذا ما حطيت فيه قشطة، حطيت الجبن والحليب المحلى بس. راح نحط الكريمة. خلصنا العملية هني ثانية، حطينا بسكويت طبقتين مثل تحت، وحطينا الصوص. الحين راح نزينها، بنزينها بالكاكو المكسرات، نزينها بهذا سائل شوكولاتة سائلة. أوه، حوادث المطبخ. زيناها وبكذي استوت السينابون بالبسكويت. بالهنا والعافية علينا وعليكم.